تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة وتبريك من سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 51 لتأسيس قوة دفاع البحرين فيما يلي نصها: سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني يا صاحب الجلالة أن أرفع إلى مقام جلالتكم السامي خالص التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة الاحتفال بالذكرى 51 لتأسيس قوة دفاع البحرين، تلك المناسبة العزيزة على قلوبنا وقلوب أبناء الوطن الذين يفخرون بهذه القوة والتي تمثل العزة والمنعة، فهي درع الوطن الحصين وسياجه المنيع التي تذود عن حماه واستقراره وتصون وحدته وإنجازاته، داعيا الله جلت قدرته أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على جلالتكم وأنتم تنعمون بوافر الصحة والعافية والعمر المديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابنكم عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى.